صار لحظات التوقيت الأفضل، التوقيت الأفضل يا سلام يا الشاهينية، التوقيت الأفضل بهذه الفترة حتى هذه اللحظات، هذه لحظات الإعادة، هذه لحظات الفوز، هذه لحظات الانتصار. الشاهينية مطر بن حمد رعشية العامري، ناموس يا مطر، ناموس يا مطر، أيامك أمطار وأيامك نواميس. شكر أيضا لبالكيلة على هذا الأداء وهذه العروض الرائعة. خمس دقائق 59 وسبعة أجزاء من الثواني مطر بن حمد رعشية العامري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الأعزاء، كانت الشاهينية مطر بسيلي بهوني الظاهري وتوقيتها الزمني 6 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء و7 ثواني و4 أجزاء من الثواني. بينما من احتلت المركز الثالث فكانت مياسة العود محمد بن راشد بمفتاح الشامسي، توقيتها الزمني 6 دقائق 9 ثواني وفاء وتماما وكمالا. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تواصل يستمر وانطلاق شوطنا السادس للابكار اللقاي المهجنات الاصايل ومسافتنا المعتاده هي 4 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين مع هذا الانطلاق والمسار. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول من تحتل الصداره وتاتي بمقدمه الشوط تقود المسيره في هذا الانطلاق والمسار مع هذا الشوط المخصص للمهجنات الاصايل. مقدمه الشوط والمركز الاول مشاهدينا الكرام، هنا الظبي تعود الملكيه للحميدي بن سالم بن حمود العمري، هي مع مقدمه الشوط معلن وجود ابو سلطان بالقياده والصداره. المركز الثاني اردت تسلل في ثاني المراكز من غزلان لراشد بن سلطان بن مطر بن مرخان، هنا من يغير مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصلت الظبي حمد بن السهيل بن خيرات بن الدوده العامري في ثالث المراكز، من تغير هنا اللي هي الظبي مع المركز الثاني. المركز الرابع التجمع مشاهدينا الكرام، يا سلام الوصول والانطلاق هنا والقدوم من العمال سالم بن حمد بن علي البطين المري، غيرت مباشرة إلى المركز الثالث. الدردور المركز الخامس، وصول مشاهدي الكرام في هذه اللحظات من لوجين سالم بن حمد بن محمد العامري، ومن الجانب الآخر هنا التقدم من مناور محمد بن مسلم بن حمرور العامري. انتقل مباشرة مع سابع المراكز ورا الوصول من هملولة صالح بن سالم بن سليمان الخروصي، يا سلام الوصول في هذه اللحظات مع المركز السابع والانطلاق هنا والتقدم والوصول من شقرة راشد بن محمد بن علي بن حمود الكتبي مع المركز التاسع. عاشر المراكز من تصل هنا اللي هي سيدة لحمد بن حسين بن علي القربوع المري. أكمل النداء الأول لهذا الشوط كاملا مكمل للأبكار المهجنات الأصايل. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع الظبي. الظبي هي في المقدمة، تعود الملكية للحميدي بن سالم بن حمود العمري، وسلطان هو من يسيطر مع ركب القيادة وركب المقدمة ويقدم لنا الظبي مع الصدارة والقيادة. المركز الثاني وصول مشاهدينا الكرام من الظبي لحمد بن سهيل بن خيرات بن دودة العامري، يا سلام الظبي والظبي على الصدارة وعلى المقدمة يا سلام. المركز الثالث هنا قدوم في هذه اللحظات من لوجين سالم بن حمد بن محمد العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع من يصل مشاهدينا الكرام ويقدم لنا هنا اللي هي هملولة صالح بن سالم بن سليمان الخروصي، تغير من مركز إلى مركز. القدوم في هذه اللحظات من وصلت اللي هي عبير سعيد بن منانة، أول إذاعة لعبير، من تواجهنا في هذا الموقف مع المركز الخامس وفي سادس المراكز. هنا التقدم الممتاز من سيدة حمد بن حسين بن علي القربوع المري، يا سلام الوصول والانطلاق هنا من شقرة راشد بن محمد بن علي بن حمود الكتبي مع المركز السادس في هذه اللحظات. وسابع المراكز، المركز الثامن من تصل هنا وتنطلق في هذه اللحظات شقر محمد بن ناصر بن حمود بن شافي آل شافي، ولكن القدوم، القدوم من الحذرة سالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري ما يبناه طاري إلا في هذا الموقع. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع ظبي بن خيرات، هي من سيطرت مع المقدمة انطلقت إلى مقدمة الشوط. الظبي هي في القيادة، الظبي مع الصدارة لحمد بن سهيل بن خيرات بن الدودة العام
عمري. ولكن هنا الانطلاق مشاهدينا الكرام، ومن تغير اللي هي لوجين، لوجين سالم بن حمد بن محمد العامري. يا سلام القادم احلى. الحذرة وصلت، الحذرة دعناها مع المركز السابع، هي مع المركز الثاني. يا سلام 500 متر غيرة سالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري، ولكن الصدارة والمقدمة لوجين، لوجين والحذرة، الحذرة لوجين. يا سلام يا سلام، الابداع بدا يبدو، الرقص بدا يبدو، الاتجاه حان موعد الاوامر النهائيه، والمقدمه مع لوجين، لوجين مع الصداره، لوجين الاقرب للفوز، هي المسيطره، لوجين تعود الملكيه. سالم بن حمد بن محمد العامري وايضا الحذره مع المركز الثاني، تعود الملكيه. سالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري. يا سلام، ولكن هنا لوجين، لوجين هي الاقرب للفوز، سيطرت على الفوز والانتصار. سالم بن حمد بن محمد العامري. يا سلام، المركز الثاني اللي الحذر سالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري. اما المركز الثالث كان من نصيب الظبي، تعود الملكيه لحمد بن سهيل بن خالد بن دود العامري. المركز الرابع كان من نصيب هملوله صالح بن سالم بن سليمان الخروسي. وخامس المراكز اصبح من نصيب المركز الخامس بينونه لمحمد بن علي بن دري المنصوري. هكذا التحدي والمتعه والاثاره لهذا الشوط، ولكن الفوز والانتصار يذهب لمالك اللوجين سالم بن حمد بن محمد العامري بن مرحومه. التهني لك يا بن مرحومه على هذا الفوز والانتصار لسالم بن حمد بن محمد العامري. والسلامات تتجه الى اهالي لوجين من ميدان الوثبه الى ميدان حمران. 6:04 3 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك لوجين سالم بن حمد بن محمد بن مرحوم العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الحذرة 6:04:09 من الاجزاء. تهانينا لسالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري على هذا الفوز. اما المنحلة في ثالث المراكز الظبي لحمد بن سهيل بن خيرات بن الدود العامري 6:07:05 من الاجزاء. تهانينا والناموس لحمد بن سهيل بن خيرات بن الدود العامري على هذا الفوز والانتصار. We'll be right back.